احترامي سيدي. اهلين. شوفي على بكرة الصبح يا فتاح يا علي. سيدي في برا ابو شوكة ومع واحد بدهم يقابلوك. خليهم يفوتوا. شرفوا. شريف. صباح الخير ابو جوداء. صباح. ابو دراع رستم امسكه. ايدك رستم. طول بالك ابو جوداء. بدي احكي معك زوز كلام على انفراد. طلع لبرا رستم بعد اذنك. روح سيدي. روح لنشوف رستم. روح. شريف ابو دراع. وين لقطوا الهالضلالي؟ انا ما لقطوا. ابو دراع اجى لعنا على الحاره وسلم حاله. هيك؟ بكل قله حياه؟ قاتل كبير وداخل على حارته؟ ابو جودات في صلاه على النبي؟ اللهم صلي على النبي. هي ابو دراع قدام منك وراح يعترف لك بكل شيء، بس قبل ما يعترف لازم تعرف شغله ابو جودات، انه نحن صفطنا حقنا عن هالزلمه وعفينا عنه. شيء حلو والله. بتسهرون ايام وليالي المغفر وعناصره ورئيس المغفر وعفنا حالنا واخر شيء شو؟ بدكم تصفطوا حقكم عن اللي قتل عقيدكم وكبير حارتكم ابو شهاب. العفو عند المقدره ابو جودات، اخو ما رأينا شيء. تنمحوا ما دخلني، صفطوا حقكم مثل ما بدكم، بس في شغله حطوها ببالكم، الحق العام ما بيموت، حق الحكومه وانا بدي اخده. شلون يعني؟ يعني ابو دراع بده ينحبس كام شهر الحق العام، وهي ما حدا رح يخلصوا منها. ابو دراع انا ما عاد فيني اعمل اكثر من هيك، والشي اللي لازم ساويه ساويته. يشهد الله يا ابو شوكات انكم انتم ما قصرتوا وجميلكم برقبتي طول عمري. بس اطمن، مصروف عيالك وبيتك طول فتره غيابك عندي رح يصلن وين ما كانوا يكونوا. اطمن. خاطرك ابو جوداد. الله معك. لك ضلالي، شلون اقنعته لحارة الضبع يصفطوا حقهم عنا؟ الاصيل ما بده مين يحرك له عروقه يا بجودات. الاصيل شهامته منه فيه. سد بوزك ولك خلاص؟ جاي تفصحن الدم مني؟ احكي لي شو؟ شلون قتلته لابو شهاب؟